النهارده يا بنات هنعمل تجربه على ان الهواء بيساعد على الاشتعال. الهواء بيساعد على ايه؟ الهواء بيساعد على الاشتعال. ساعه ما نقول تجربه يا بنات يبقى احنا بنقول ثلاث حاجات. اول حاجه الادوات. يعني ايه الادوات؟ الحاجات اللي موجوده في التجربه. تاني حاجه هنشوف ايه اللي هيحصل في التجربه وبعدين نستنتج حاجة معينة وقانون معين بيثبت في الايه في التجربة. اول حاجة الادوات. شايفين ايه معنا في الادوات يا بنات؟ وقود نار. خلاص نار ودورة كاملة. خلاص شوف بقى خطوات التجربة ايه. اول حاجة هنولع الشمعة مع بعضنا كده. بس يا بنات محدش يولع الشمعة لوحده. مين بيولع الشمعة؟ حد كبير، ماما او بابا، عشان ايه ما تحرقناش. نثبت الشمعة كده. ها الشمعة حصل لها ايه دلوقتي؟ مولعة. فيها نار صح؟ فيها نار. علشان الهواء الاكسجين اللي موجود في الدلوقتي حوالينا خلى الشمعه تساعدها على الايه؟ على انها تكون منوره. فيها ايه؟ نار. فيها نار. طب بصوا بقى لما نحط الدورك احنا بنحط الدورك على الشمعه ليه؟ عشان نحجب الهواء عن الايه؟ عن النار. تعالوا بقى نشوف ايه اللي هيحصل. دلوقتي جواها ما عادش فيه هواء. كتمناها خلاص اهو. بصوا هيحصل الشمعه ايه؟ هيحصل الشمعة ايه؟ تطفى. عشان ما عادش فيها ايه؟ لا ما عادش فيه هوا. احنا حجزنا الهوا عن النار بالايه؟ بالدورك الكبير ده. خلاص احنا الشمعة قفلنا عليها. ما عادش فيه هوا لا في جوه الايه الدورك. دلوقتي ما عادش فيه هوا داخل الدورك. فلما ما عادش فيه هوا النار اتطفى. اذا ايه؟ لازم يبص بره ثاني عشان يلاحظوا تاني ايه؟ ان الهواء يساعد على الاشتعال. قول ورايا ايه؟ الهواء يساعد على الاشتعال. نعملها كمان مره ونشوف كده ايه اللي هيحصل لما نحجز الهواء عن النار. دلوقتي منوره ليه؟ ليه الشمعة مشتعلة؟ ليه الشمعة مشتعلة وفيها نار؟ عشان فيها الهواء. لما نحجب بقى الهواء عن النار الدورة تتوضع على ايه؟ عليها علشان ما عادش يبقى فيها هواء. بصوا كده هيحصل لها ايه؟ احنا قفلنا عليه. حصل لها ايه على طول؟ حصل لها على طول. ليه بقى؟ عشان ما عادش جوه فيه ايه؟ هواء. والهواء كان بيساعد الشمعة على ايه؟ يبقى ايه تنتيجنا النهارده من تجربتنا ايه؟ عملتوا ايه بقى يا حبايبي النهارده؟ عملتوا ايه؟ الهواء اللي حوالينا بيعمل ايه؟ بيساعد على الاشتعال. ولو حجبنا عن الشمعة وهي مشتعلة حجبنا عنها الهواء يحصل ايه؟ تنطفئ الشمعة. ليه؟ لان ما عادش متعرضة لايه؟ للهواء. إذن الهواء يساعد على الاشتعال. تمام. حد بقى يروح يجربوها بالشمع. محدش يمسك الكبريت ويجربها. لو عايزين نجربها هنقول لمامي هي اللي تمسك لنا الايه؟ الكبريت وتولع هي الشمعة. محدش يروح يعملها لوحده. ماشي؟ النهارده يا كيجي هناخد تجربه جميله مع بعض وهنشوف مع بعض احنا هناخد ايه. انا معايا ادواتي اللي هنشتغل بيها. ادواتنا ايه؟ ده اناء. ده ايه؟ اناء. برافو يا كيجي. ومعانا حاجات تانيه عارفينها كلنا. مين يقولي ده؟ غطا. ده مصنوع من ايه؟ من البلاستيك. برافو شطار. ومعانا كمان ايه؟ ورقه. برافو. ومعانا كمان لا ده مش مسمار. ده ايه ده؟ خشب. من الخشب. برافو. عود كبريت مصنوع من الخشب. برافو يا كيش. ومعانا كمان ايه؟ مسمار. مصنوع من ايه؟
الحديد. احنا دلوقتي هنملى الاناء بتاعنا بالميه. مين الشطار يقولوا لي الميه دي بنشوفها فين؟ نهر النيل. برافو عليك. وميته ايه؟ حلوه ولا وحشه؟ حلوه. امال مين اللي ميته حادقه؟ اللي هو الميه الحادقه بتاعته اللي بنعوم فيه. ميه الايه؟ البحر اللي بنروح فيه في راس البر. فمالح. برافو. بس بشوف نهر النيل في الخريطه. وتشوفي نهر النيل في الخريطه. شطوره يا امال. برافو. احنا خدنا نهر النيل على ايه؟ على الخريطه بتاعتنا بتاعت مصر. احنا دلوقتي هنملي الاناء بتاعنا بالميه اللي جايه لنا من نهر النيل. ميه حلوه. مين جاب لي الميه دي يا حبايبي؟ هي في نهر النيل. مين عمل لي نهر النيل؟ ربنا. الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا اللي خلقني واداني كل حاجه جميله. يبقى لازم احافظ على الايه؟ على حاجتنا. ينفع افضل سايبه الميه دي مفتوحه كده وامشي واسيبها؟ ينفع؟ لا، لازم بعد ما اخلص اللي انا عايزاه اعمل ايه؟ اقفلها كويس قوي عشان احافظ على نعمه ربنا. احافظ على نعمه ايه؟ ربنا. مشكور عليها. مشكور عليها عشان على نعمه ربنا اللي ربنا اديها لنا. برافو يا كيجي. انا عايزه اوريكم حاجه جميله قوي يا كيجي. احنا عايزين نشوف الحاجات دي لما نيجي نحطها في الميه قدامنا، الحاجه دي هتنزل تحت خالص وتغطس تحت ولا الميه هتشيلها فوق؟ احنا هنشوف ونجرب مع بعض. تيجي نجرب مع بعض؟ هنجرب ايه؟ الغطاء اللي مصنوع من الايه؟ البلاستيك. من البلاستيك. تيجي نجرب ونحطه؟ حصل له ايه؟ عام. شطوره يا جمال. عام على الوش. نزل تحت؟ لا. غطس تحت خالص؟ لا. غرق تحت؟ لا. لا، لانه ايه؟ خفيف. خفيف. شطوره يا جميل. لانه خفيف. طب تيجي نجرب حاجه ثانيه. دي ده مسمار. مصنوع من الايه؟ من الحديد. تيجي نشوف هيعوم. تيجي نجرب الاثنين كده، هيتني معايا ولا جامد؟ جامد. تيجي جربي كده يا بوسي، شوفي جامد ولا لا. جامد. شوفي كده يا مين. جامد. شوفي كده يا كريم. جامد. جامد قوي. جامد. جامد لانه مصنوع من ايه حبيبي؟ مصنوع من ايه؟ حديد. حديد. شطورة يا مريم. مصنوع من ايه يا كريم؟ من الحديد. من الحديد. تيجوا نجرب هنشوفه عام زي الغطا البلاستيك ولا ينزل تحت؟ نشوف. نزل تحت. نزل تحت. عشانه ايه؟ عشانه ايه؟ تقيل. برافو. عشانه تقيل. لكن البلاستيك ايه؟ خفيف. فعامت على وش الميه. طب تيجي نجرب حاجه ثانيه يا مس. ايه ده؟ خشب. خشب. تيجي نشوفه هيعوم ولا هينزل زي المسمار الحديد؟ نجرب. هيعوم. هيعوم. عشانه ايه؟ خفيف. خفيف. المية قدرت ايه؟ تشيله. عشانه خفيف. طيب معانا ايه كمان؟ ورقة. نجرب. ايه كمان؟ هتنزل تقيلة ولا لا؟ اشوفها كده حبايبي، تقيلة ولا خفيفة؟ شوفيها كده يا روفو، خفيفة ولا تقيلة؟ خفيفة. شوفيها كده يا روين. خفيفة. اديها الملك وقولي لها شوفيها. ها؟ خفيفة ولا تقيلة؟ خفيفة. خفيفة. ها؟ خفيفة ولا تقيلة؟ خفيفة. شوفها كده يا أمنية. خفيفة. ولا يا الأمال؟ يلا. خفيفة ولا تقيلة؟ خفيفة. خفيفة. شيلها كده على إيدي الإيه؟ كده هتلاقي إيه؟ خفيفة. خفيفة. شوف كده يا بنسي. خفيفة. شطورة يا بوسي. تيجي نجرب بقى نشوفها هتنزل تحت ولا هتعوم زي الإيه؟ زي الغطا اللي هو البلاستيك وايه؟ وزي الخشب. بسم الله. هتعوم. عامت. عشان ايه؟ خفيفه. يبقى كل اللي عام فوق تقيل ولا خفيف؟ خفيف. خفيف. شطار. يبقى كل اللي عام فوق على الميه تقيل. تقيل. عشان كده نزل فين؟ تحت. تحت. شطوره يا رمين. غريب. شطوره. شطوره. يبقى ده اسمه الطف. طاف وطلع فوق. اما التقيل نزل ايه؟ تحت. تحت. برافو. يبقى هنا اسمها تجربه الطفو. تجربه ايه؟ طفو. طفو. شطار يا كيجي. يبقى البلاستيك والورق والخشب بيعوم على وش الميه، اما الحديد عشان تقيل نزل تحت وغطس تحت وغرق تحت في الميه. شطار يا كيجي. حلوه حصه العلوم النهارده؟ استفدنا حاجات جميله؟ هنقولها لمامي؟ هنقولها. اتعلمنا ايه؟ هنقول لمامي اتعلمنا ايه؟ الحاجات ايه؟
انت بتحبوا مدرستكم ولا لا؟ جنه الايه؟ اسمع كده، اسم المدرسه ايه؟ بص للمستر كده، بص للمستر محمد نور الدين، اسم المدرسه ايه؟ جنه الاطفال. ومديرتنا اسمها المديره ايه؟ مامي ايه؟ مامي ميرفت. مامي ميرفت شطار، نبعت لها بوسه كبيره لمامي ميرفت. بص بص للمستر محمد نور الدين، وندي بوسه كبيره لمامي ميرفت عشان هي هتشوف. يلا شطار، يلا ندي بوسه كبيره لمامي ميرفت. يلا اعملوا كده، يلا ايوه بقيتنا كده، ندي بوسه كبيره لمامي ميرفت. يلا شطار، يلا